اديني طبعا ما شاء الله، انا شايف يعني منور في دولة الامارات بشكل عام وبشكل خاص في نادي الشارقة. نتكلم على حسن اسماعيل حارس المرمى، مين جيلك والانديه اللي لعبت فيها؟ تلعبش في غير في الشارقه فقط، لا لا يمكن انا اول انت لعبت حارس على مرمى. فكره في الانديه ايوه النادي الوصل يعني، الوسط يعني ده انا متعود. والزمالك برضو. يا الزمالك سابقا طبعا بالظبط، يعني هم انت زملكاوي، اللي اعرف انت زملكاوي. الحمد لله. حلو جميل، الحمد لله. طبعا احنا لما نقول نادي الزمالك نقول مثلا نادي الزمالك هو التاريخ. ممكن احنا اليوم ما ننسى فضل المدربين السابقين اللي دربونا او دربوا فرق الرياضيه في دوله الامارات. يعني يمكن انا ارتباطي بالزمالك، احنا في الامارات في الزمالك وخاصه في الشارقه والوصل كذلك، يمكن يوم نتكلم على كابتن يكن حسين، كابتن علي خليل من الزمالك، في كثير من المدربين انا ما بقى يعني انسى حد، كثير من المدربين اذا ذكرتهم لكن تواجدهم في المرحله اللي كانوا فيها يعني اعطوا خدموا في رياضة الإمارات بكل يعني بكل ثقل، وطوروا الكرة الإماراتية في بدايتها كانت. التجربة الإماراتية للكابتن حسن إسماعيل، احكي لي عنها. أكيد مليون في المية أنت مريت بمحطات كثيرة جدا جدا وأنت مدرب، أنت لعبت في نادي الوسط ونادي الشارقة طبعا كحارس مرمى، كحارس مرمى والمنتخب الإماراتي بالتبعية. أكيد وصلنا المنتخب الأولمبي الحمد لله رب العالمين. لعبت أولمبياد طبعا كان سنة كام يا معلم؟ احنا لا ك ك ك 2012 كنا مدربين في الأولمبياد، في الأولمبياد مع كابتن مهدي علي، لكن وانت لعيب ما وصلتش. لا ما وصلناش. هي الامارات وصلت مره واحده كاس العالم سنه 90 مع مصر، و2012 اول مره الى اولمبياد لندن كانت، ودائما رافق منتخب مصر في اولمبياد لندن لحسن الطالع. كاس العالم 90 واولمبياد لندن 2012. تمام. يمكن مشواري التدريبي يمكن الحمد لله يمكن اكثر من مشواري في كحارس مرمى، يمكن اعطاني يمكن وصول اعلى للمنتخب الاول، تحقيق بطولات كمحاضر يعني اعطاني يمكن هذا يمكن توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ثاني شيء لا، واجتهادك برضو اكيد اكيد يعني تعبت واجتهدت بشكل كبير ودرست يعني. طبعا يمكن انا حاصل على التدريب العام شهادات الاي بي كلها وتدريب حراس المرمى كلها، فيعني يمكن غير الدراسات الحمد لله. يمكن واحد انا ما اقول كافتخار اني حاصل على شهاداتي، لكن الحمد لله انا حاصل يمكن 69 شهاده تدريبيه ما شاء الله على مستوى العالم، حاضر يمكن معايشات مع فرق عالميه 17 فريق عالمي، سواء منتخبات منتخب ايطاليا، لاتسيو الايطالي، ليفربول، توتنهام، ارسنال اخر واحده كانت، يعني على مستوى العالم الحمد لله بجهود ذاتي وبجهود مساعدة الأندية أو في المنتخبات. المدرب إذا بغى يكون مدرب ناجح يجب أن يتعب على نفسه من خلال يطور من نفسه كمان. التطوير ليس فقط حضور دورات، هذا عمل مساعد، لكن المعايشات هي سبب رئيسي في تطوير المدرب وخاصة مع الفرق العالمية. لأن إحنا بيكون سياق حديثنا لقطاع الناشئين، فاحنا تقول المعايشات، فالمعايشات تخوض تجربه حقيقيه في قطاع الشباب الناشئين وتجربه على مستوى الفريق الاول. دي روجيتا من كابتن حسن، ان الدراسات والخبرات اللي انت لعبتها كلعيب مش كفايه، ولكن المعايشه اهم. طبعا اهم شيء كابتن حسن اكتسبه من معايشاته مع الفرق الاوروبيه او المعايشات الاوروبيه اللي انت بتقول عليها دي، وحتى الاسيويه كمان. شوف خلينا نخليها كجزئين. طبعا. الجزء الاول قطاع ناشئين والشباب. اليوم اختيار المواهب، وعندك يقول لك فلو يور دريم، يعني دائما شوف حلمك وحاول تحققه. بالظبط. انت كمدرب تشوف اللاعب اللي عندك او المواهب اللي عندك وتبتدي تصنع منها الموهبة هاي، تصنعها وتحاول تطورها لتوصل لأهداف اللي أنت تبغيها. صحيح. من ضمن الأشياء أنا اكتسبتها في أوروبا مخصوص خلال المعايشات وجود التنظيم. التنظيم اللاعبين وفئات، لقينا يمكن مش كفاية التدريب الفني، محتاج إلى
تأهيل طبي، محتاج إلى ثقافة صحية، محتاج إلى تأهيل نفسي، محتاج إلى اليوم الفرق هذا اللاعب محتاج كما نفس المدرب محتاج إلى احتكاكات خارجية، مشاركات خارجية تطويرة، كذلك النشء واللاعب محتاج إلى مشاركات خارجية تطويرة.